السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة خمسة. معكم الدكتور شادي محمد صفوت، مدرس العبودة العصبية. إن شاء الله بإذن الله في خلال القعدة اللي احنا نعملها دي إن شاء الله عايزين نعدي كده على النيورولوجيكال اكزامينيشن. يعني طبعا احنا بنصور القصة دي المفروض إن احنا نقف على العيان وإزاي نتعلم إزاي نفحص المريض، بس للأسف طبعا الظروف اللي احنا فيها مخليانا إن احنا نصور كل حاجة فيديو، وهيبقى التعامل اونلاين. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا في النيورو او الزملاء في السايكاتري ان هي تعرفكم اساسيات الاكزامينيشن، سواء كان النورمال اكزامينيشن، بعد كده باذن الله في السيشنز الثانيه او في فيديوهات ثانيه هنقدر نحط لكم فيها مقاطع من الابنورماليتي او الكيسز اللي هي كومن كيسز المفروض ان انتم تتعرفوا عليها، سواء كانت في النيورو او كانت في السايكاتري، بحيث ان شاء الله باذن الله في الامتحان هيبقى خلاص انتوا عارفين الديزيز ده الفلاني ودي الساينز او بيبقى شكلها ازاي، بحيث ان نقدر نتعامل معاها. احنا بالنسبه للنيورولوجيكال اكزامينيشن، تمام، هي المحاضره دي موستلي ان انا عايز اقليكم التكنيك البوزيشننج، ازاي اعمل الايتمز بتاعت النيورولوجيكال اكزامينيشن. انا مش هتكلم في النظري كتير، النظري موجود عندكم في المحاضرات، بدايه من المحاضره الاولانيه اللي هي عن النيورو اناتومي واللوكاليزيشن، ودي من الحاجات المهمه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده ان هي لازم تتقري في الاول، تمام. لكن المحاضره دي هتتكلم مينلي على التكنيك بتاع النيورولوجيكال اكزامينيشن، الايتمز بتاع النيورولوجيكال اكزامينيشن، ازاي اتكلم مع العيان او اديله اوردرز علشان يعمل التيست بتاع النيورولوجيكال اكزامينيشن. هو النيورولوجيكال اكزامينيشن بالنسبه لنا يونيك، يعني مختلف عن الاكزامينيشن بتاع البطنات الثانيه. لازم انا اعمل فولفلنج الايتمز بتاعتي كلها علشان اقدر اغطي كل الايتمز بتاعت النيورولوجيكال اكزامينيشن. عاده انتوا بتمتحنوا ان شاء الله بيبقى فيه الحاله لونج والحاله الشورت. الحاله اللونج دي بتبقى الحاله اللي هي الكبيره دي اللي هي بتتطلب ان انت تعمل كل الديتيلز تقريبا بتاعه النيورولوجيكال اكزامينيشن، بس بناخد جاست هنت عن الجنرال اكزامينيشن، بنعدي عليه كده الحاجات المهمه بالنسبه لنا، تمام. على اساس ان انا بيبقى في حاجات الريسك فاكتور، مثلا موست كومن كيس اللي بتجي لكم السيريبرو باسكولار ستروك، الهيبيبليجيا. الهيبيبليجيا دواء العيان بيبقى موستلي بيبقى دايابيتك، بيبقى هايبرتنسيف، بيبقى كاردياك، تمام. وبالتالي الاكزامينيشن بتاعي مهم ان انا ادخل كده على العيان، تمام. لازم ادخل طبعا نرحب بالاستاذ حسين، هو يعني تبرع ان هو نشرح عليه وراجل يعني كتر خيره، تمام. ان شاء الله مش هنتعبه باذن الله. فبالنسبه لنا المهم في الجنرال اكزامينيشن ان انا اشوف البلس. ليه؟ لان الريجولار بلس دواء من الحاجات اللي بتبقى ريسك فاكتور في حالات السيريبرو فاسكولار ستروك. فجنرال كده اشوف البلس كجنرال ساينز، وانتم في البطنه عارفين ازاي بنعمل اكزامينيشن البلس، لازم اشوف البلس ايكوال ان بوث سايدز، تمام. بنعمل نيك اكزامينيشن نفس القصه، تمام. برضو من الحاجات اللي بنعملها ان انا اعدي سريعا على الابدومينال اكزامينيشن، يعني اعمل ابدومينال بالبيشن او كلام زي كده. جنرال اكزامينيشن اهم حاجه فيه الجزء بتاع الفايتال ساينس، البلاد بريشر، البلس ان بوث سايدز، ده على اساس ان هو الريسك فاكتورز في حالات السيريبرو فاسكولار ستروك. بس انا الحاجه اللي تهمني النيورولوجيكال اكزامينيشن. النيورولوجيكال اكزامينيشن ده عباره عن ايتمز، ايتمز بتبقى 7 ايتمز اي هاف تو فولفيل ديورينج دوينج ذا الاكزامينيشن. اول حاجه المينتال ستيت اكزامينيشن، نمره 2 السبيتش، رقم 3 الكرينيال نيرف اكزامينيشن، موتور سيستم، السنسوري سيستم، الكوردينيشن، واخر حاجه اكزامينيشن اوف ذا باك اند سيرشن فور سكيليتال ديفورميتيز. دي 7 ايتمز بتاعتنا، وانا حاطط في دماغي الايه النيورولوجيكال اكزامينيشن. طيب الايتم الاولاني اللي هو المينتال ستيت. المينتال ستيت ليه ايتمز كتيره جدا، تمام. بس انا بالنسبه لي كحاله نيور انا محتاج ان انا اشوف المينتال ستيت اللي هو الليفل اوف ذا كونشس اوف ذا بيشنت. عاده بتدخلكم في الامتحان حاله فول كونشس، صعب جدا ان انت تبقى ديستربت، لكن بتبقى حاله فول كونشس. بس انتوا هتلاقوا في النظري ان انا بعرف هو الفول كونشس معناه ايه، اللي هو الانفايبريشن اوير اوف ذا هيم سيلف اند ذا سراوندينج، تمام. والليفل لو العيان ديستربت ابدا عن طريق
بعض السكيلز المعينه زي حاجه اسمها الجلاس كوما سكيل، اقدر اتعرف على الليفل اوف ديستربنس اوف ذا كونشس ليفل، سواء كان العيان دراوزي او العيان كونفيوزد او العيان في ديليريس ستيت معاه هلوسينيشن او كلام زي كده او العيان في كوما. انت العيان بيجي لكم كونشس، وبالتالي ان الايتمز بتاع المينتال ستيت او الايتم الاولاني هنعلق بيه ان العيان البيشنت فول كونشس، تمام، alert, cooperative and oriented. ازاي بقى نعرف الايتم بتاع الاورينتيشن؟ ان انا بسال العيان ثلاث حاجات: اورينتيشن للتايم والبليس والبيرسون، تمام. ادخل على العيان اعمل حساب انت دلوقتي الوقت اللي انت فيه نص صبح ولا بالليل؟ في الصبح، تمام. بتشوف المكان اللي انت فيه ده فين؟ قاعد فين؟ في المكان اللي انت فيه؟ في المستشفى. البيرسون يبقى حد من الريليتيف، اساله تعرف مين دوا؟ يقول لي دوا اخويا، دوا والدي. يبقى ما دام العيان اورينتد بالتايم والبليس والبيرسونز يبقى العيان اورينتد. سو التعليق بتاعي على المينتال ستيت اكزامينشن ان البيشنت فول كونشس اليرت اورينتد بالتايم والبليس والبيرسونز وي كوبرتيف. اذر ايتمز اوف ذا مينتال ستيت هي ليها ايتمز كتير وهنتكلم عليها بالتفصيل في الشيت بتاع السايكاتري. الزملاء بتاع السايكاتري هيتكلموا على الاذر ايتمز بتاعت المينتال ستيت اكزامينشن ريجاردنج الميموري ريجاردنج الانتليجنس ريجاردنج المود والافكت ريجاردنج الثينكينج يعني بيبقى الجادجمنت. الحاجات دي كلها بتبقى بتتداخل او بتتسيل ان ديتيلز في العيان اللي هو السايكاتري. بس انا دلوقتي في النيورو اهم حاجه عندي الكونشسنس، تمام، والاورينتيشن والميموري الى حد ما طبعا على اساس الهاير كورتيكال وان اوف ذا هاير كورتيكال فانكشن، بس مش على مستواكم وما بنقدرش ايه ندخل ان ديبس في الليفل بتاع الاندر جراديويت ريجاردنج الميموري. طيب يبقى دي ايه الحاجه الاولانيه او الايتم الاولاني كده نمشي عليه سريعا اللي هو المينتال ستيت. اهم حاجه عندي مش بنفوش اي كلام. الحاجه الثانيه السبيتش. السبيتش من الديفينيشن بتاعه حاجه نظري ان هو عباره عن حاجتين، علشان العيان يتكلم بيبقى فيه مكون من جزئين الفورميوليشن والارتكوليشن. الفورميوليشن اللي هو ان العيان بيستقبل الكلام، تمام، بيستقبله عن طريق اريا اللي هي بسميها الفيرنكس اريا الموجوده في السيفيرور تمبرال كايروس، بيفهم بيعمل كومبرهنشن وبعد كده بيدي رد الفعل. رد الفعل اللي هو عايز يتكلم بتطلع الاشارات نفسها من الفيرنكس اريا عن طريق الاركويد فيسيكولوس بتروح البروكس اريا في الميدل فرونتال جايروس علشان يعمل برودكشن اوف ذا سبيتش عشان يطلع الكلام، تمام. الكلام ده اشاراته بتطلع على الاورجانز ريسبونسبل فور الارتكيوليشن اوف ذا سبيتش اللي هي التونج واللارينكس والفارينكس والكلام زي كده، تمام. البروكس والفيرنكس اريا الموجودين في الدومينانت هيمسفير البروسيس اللي بتتحصل فيهم بنسميها فورميوليشن اوف سبيتش. لو حصل ديفكت في الفورميوليشن اوف سبيتش ده بنقول عليه افيزيا او بنقول عليه ديسفيزيا، تمام. ودي حاجتين، يا اما ان العيان مش قادر يتكلم فبنسميها عليها اكسبريسيف افيزيا، او مش قادر يفهم الكلام اللي بيتقال له او الاوردرز اللي بيتقال له وبنقول عليها بيرسبتيف افيزيا، او الاثنين يبقى جلوبال ميكسد موتور وسنسوري او بيرسبتيف افيزيا. ودي بكل سهوله ان انا بيشنت موجود عندي، تمام، بسال الريلاتيفز بعد ما حصل الانسلت ده طبعا ده بنشوفها في حالات السيريبرو فاسكولار ستروك. بعد ما حصل الانسلت اتكلم، قال لك لا يا اول ما حصل له القصه دي بطل يتكلم خالص، احاول اروح اتكلم اي حاجه اسمك ايه، احاول ادي الاوردرز، مفيش اي ريسبونس في الكلام، وبالتالي يبقى انا طلعت ان العيان in able to produce the speech يبقى ده عنده element of motor aphasia. ما اسكتش على كده، لازم ادور على السنسري، ابدا اديله اوردرز، ايوه يا حاج ارفع ايدك فوق، اديله اوردر، هل فهم الاوردر بتاعه ولا لا؟ لو فهمه يبقى لا يبقى عنده جاست موتور بس، لكن لو مش قادر يفهم الاوردر مش قادر ينفذه، تمام، ورينا الشباك، ارفع ايدك فوق، حط ايدك على ودانك، الاوردرز دي لو able او unable ان هو ينفذها معنى كده ان عنده defect في ال perception of speech، يبقى العيان ده عنده element of perceptive aphasia. ممكن يكون عنده motor بس، ممكن يكون عنده sensory بس، ممكن يكون عنده الاثنين لو الليجن كبيره واخده الفرونتال والسوبيريور تمبرال اريا فبيبقى عنده two types of aphasia. خلاص اهم حاجه يبقى الموتور بسال بيها الريلاتيفز بيطلع بيتكلم ولا لا، والسنسوري ان انا بدي العيان اوردر اشوفه بيفهمه ولا لا وهينفذها ولا لا، ما نفذهاش يبقى ده سنسوري افيزيا. طيب
لو انا عندي ديفكت او عندي ليجن مسكت ايه الاورجانز ريسبونسبل فور الارتكيوليشن اللي هو التنج واللارينكس والفارنكس ده بسميه ديسارثريا اللي هي ديفكت او بروبلم ان ذا ارتكيوليشن اوف ذا سبيتش. الديسارثريا دي بتبقى برضو من الحاجه اللي هي البريفر اورجانز وبيبقى ليه ليها انواع according to the neurological disease. يعني في الاتاكسيا مثلا بنقول عليها staccato speech ده نوع من انواع الديسارثريا. في الباركنسون بيبقى slow motorous speech تمام. دي بالنسبه للديسارثريا. يبقى احنا اتكلمنا على السبيتش اي تو ايتمز بتاعته سواء كان الديفكت في الفورميوليشن او ديفكت في الارتكيوليشن. بعد السبيتش هدخل على الايتم الثالث اللي هو الكرينيال نيرف اكزامينشن. الكرينيال نيرف اكزامينشن انتوا عارفين من المحاضره الاولانيه بتاعت النيورو اناتومي انت عندك 12 كرينيال نيرفز. كل كرينيال نيرف دوا في منهم سنسوري بس في منهم موتور وسنسوري في منهم بيور موتور اكوردنج للتايب بتاع الكرينيال نيرف. كل واحد فيهم بيبقى ليه باثوي بيبقى ليه فانكشن وبيبقى ليه التست فور اكزامينشن اكوردنج للسيمتوماتولوجي اللي بيدوني العيان تمام. واكوردنج للوكاليزيشن صعب جدا تدخل الامتحان تشرح ال 12 كرينيال نيرف مره واحده. انت الحاله جايه لك معينه انت عارف ان موست للكرينيال نيرفز دول هم اللي بالتحديد فانت بتركز عليهم. بس احنا في الجنرال في الجنرال نيورولوجيكال اكزامينشن بنقول لك بنفهمك ازاي تعمل كل تيست لكل كرينيال نيرف علشان تبقى حطيتهم في دماغك وبالتالي لما تيجي في الحاله حتى لو انت ما عملتهمش والاكزامينر سالك ازاي انا بشوف تيست فور اوفاكتوري نيرف او تيست فور اوبتيك نيرف تبقى عندك الباك جراوند ان انت ازاي تعمل التيست. اول كرينيال نيرف عندي سنسوري اللي هو الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف ده هو بيور سنسوري الفانكشن بتاعته السميلينج تمام. العيان بيبقى جاي بيبقى عنده مشكله في حاسه الشم انوزميا بس موستلي البروبلم بتاعه ان هو ما بيقدرش يذوق التيست اوف ذا فود. يبقى قال لك ان العيان انا ما بشمش كويس ولما باكل ما بتذوقش الكلام. دي الفانكشن بتاعت الاولفاكتوري نيرف. وبالتالي ان انا عشان اعمل تيست للاولفاكتوري نيرف لازم العيان بيجي تمام. بيبقى في شرط للعيان ان هو لازم يكون قافل عينيه تمام. في شرطين في العيان هو قافل عينيه وبستخدم وبعمل ايه بقفل الناحيه وبسيب الناحيه اللي انا عاملها اكسبليشن مفتوحه. بالنسبه للسبستنس اللي انا بستخدمها لازم تكون فاميليار لازم يكون العيان عارفها. يعني مش هجيب سبستنس ما يكونش العيان عارفها. والحاجه الثانيه ان هي تكون نون ايريتنت. ليه؟ لان الايريتنت سبستنس بتعمل اكزامينشن للنيرف اندنج ترجمينال فانا كده عملت تيست للنيرف تاني خالص انا مش محتاجه. فالكومن سبستنس زي مثلا ممكن اكون مثلا بن ده اكتر حاجه ممكن بنكون بنستخدمها. فبنجيب شويه بن تمام ونخلي العيان حسيت بنقفل عينيه تمام ونقفل واحده من النوسترنز تمام ونقول له شامم دي ايه الماده دي لازم يعملها ايدنتيفيكيشن كويس. والناحيه الثانيه نفس القصه نعمل ايه الماده اللي شاممها دي نفس القصه بيعمل ايدنتيفيكيشن على الناحيتين خلاص. يبقى العيان لازم يقفل عينيه ونقفل واحده من النوسترين والسبستنس بتاعتك بتكون فاميليا ونون ايريتنت ونعمل اكزامينشن للريفكتور نيرف بسيط ما فيهوش اي مشكله. النيرف الثاني الكرينيال نيرف الثاني اللي هو الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف ده هو من الحاجات الاساسيه اللي هي الفانكشن بتاعته اللي هو اللي سواء كان الفيجن موستلي يعني تمام. وطبعا الى جانب اذر فانكشنز اوف ذا جيبن. علشان اعمل اكزامينشن اوبتيك نيرف لازم ادور على اربع حاجات. اشوف الفيجوال اكويتي. نمره اثنين اشوف الفيجوال فيلد. رقم ثلاثه تيست فور ذا بيبل. رقم اربعه تمام سيرش فور النستجمس. دي من الحاجات الاربع ايتمز بتاعه الاوبتيك نيرف. طيب الفيجوال فيلد زي ما انتم خدتوها في الرمض يعني احنا مش هنتكلم كتير ان انا بخلي العيان اول حاجه يقفل عليه كده يقفل عليه واحده من عين اتست تمام وباخد المسافه بتاعتي تمام وابدا اشوف الكاونتنج فينجر على مسافه المسافه بتاعتي تمام. واقول له الكاونتنج فينجر ما جاتش الكاونتنج فينجر. بعد كده بدخل على الهاند موشن. بعد كده البرسبشن اوف لايت وبشوف وان اي وبعد كده بشوف الاذر اي نفس الطريقه اللي احنا درسناها في الرمض علشان اتست الفيجوال اكت تمام. بعد كده في الفيجوال فيلد. الفيجوال فيلد التيست بتاعي هو البيت سايد تيست بنسميه الكونفرونتيشن تيست. الكونفرونتيشن تيست ان انا بقف قدام العيان المسافه بيني وبين العيان
بين المريض بيبقى من 60 سنتي ل 100 سنتي، تمام؟ لازم ابقى على نفس مستوى العيان، اخليه يقفل زي ما انا قافل ايدي، تعال حرك بس كده بالكاميرا شوي، تمام؟ يقفل عينه اليمين وانا اقفل العين اللي قصادها كده على طول، يبقى احنا الاثنين قافلين على نفس المستوى على نفس ال، وابدا احرك صباعي على الديفرنت ميريدينز من بره، اقول له شايف، انا شايفه تمام، اساله شايف صباعي تمام، ابدا احرك من بره لجوه علشان اشوفه من البريفري للسنترال فيجن، بعد كده من فوق اعلى مستوى انا شايفه، اتاكد العين شايفه ولا لا، واتحرك من فوق لتحت تمام، يبقى من بره لجوه ومن فوق لتحت تمام. الناحيه الثانيه نفس القصه، شايف صباعي تمام، شايف كل ده، يبقى انا كده بشوف البريفرال فيلد اوف فيجن والسنترال فيلد اوف فيجن، نفس القصه من فوق سوبيريور وداون لود اللي هو الداون جيت تمام. ده بسميه الكونفرونتيشن تيست على اساس ان انا اشوف الفيجوال فيلد. الحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه ان انا بشوف الفندس، الفندس اللي هو الاوبسالموسكوب، دي بدا بشوف الاوبتيك نيرف الفندس بتاعت او الاوبتيك نيرف فانكشن عن طريق الفندس، وده ما بيشافش. والحاجه الرابعه اللي هو الكولر فيجن، وبرده من الحاجات اللي احنا برده خدناها ان ديتيلز في الرمد. طيب ده بالنسبه للاوبتيك نيرف. في بعد كده ايه الاوكليار او الاوكليار كرينيال نيرف، الاكوال كرينيال نيرفز ده اللي هو بيشمل الثيرد والفورث والسكس كرينيال نيرفز، دول بيعملوا اكزامينشن مع بعض. الثلاثه دول اللي هو ثلاثه واربعه وسته بسميها الاوكليوموتور او بسميهم الاوكليار كرينيال نيرفز. طيب علشان اعمل تيست للاوكليار او الاوكليار كرينيال نيرفز دول، سيرش فور وات؟ سيرش فور ان انا بدور على الالكتوزز تمام والبيوبل. انا ساعتها المفروض مش قلتها في الاوبتيك نيرف، هي المفروض في الاكسترا في الاوكليار في الاوكليار كرينيال نيرف، التوزز والبيوبل والاكسترا اوكليار موفمنت والنفتاجمس. الاربع حاجات دول تمام، الاربع حاجات دول هم دول اللي انا بعمل بيهم او ادور بيهم على اي ديفكت في الاوكليار كرينيال نيرف. التوزز اشوف العيان اكوردنج للسيماتولوجي، اكوردنج للسيماتولوجي هل في توزز ولا لا تمام. التوزز معناه ايه؟ ان هو دروبنج اوف ذا ابر اي ليد مور ذان الاور 1/6 اوف ذا كورنيا تمام، والعيان هيقول لك في توزز ولا لا تمام. وعشان اتاكد ان انا بقفل كده تمام، او بعمل بضغط على السوبر اوربيتال ريدج تمام، وخلي العيان يعني ايه، بحيث ان انا اعمل بولشنج للاكشن بتاع الفرونتاليس، واخلي العيان يرفع الابر اي ليد. If the patient cannot elevate the upper eyelid معنى كده ان هو عنده توزز بالفعل تمام، واقدر اقرر هل دوا partial توزز ولا دوا complete توزز تمام. يبقى التوزز دوا حاجه بالانسبكشن، وبشوف هل الابر eyelid covering more than الابر 1/6 of the cornea ولا لا. وعلشان اتاكد بعمل زي ما قلت لكم compression على السبيرال اوربيتال ريدج علشان اقرر هل ده توزز complete توزز is it partial توزز وهكذا. في حاجات كتير عندنا في النيورولوجيكال زي السيرت نيرف بولسي، زي حاجات السمباثيك تشين باراليسي، زي حاجات المايسينيا جريفز، كل دي اسباب التوزز اللي بتتعمل وبيبقى ليها ديفرنس مكتوبه ان ديتيلز في الكتاب. طيب الحاجه الثانيه تمام ان انا بشوفها معايا اللي هو البيوبل. البيوبل برضو من الحاجات الديتيلز اللي احنا خدناها في الرمض، احنا برضو ما يعني ما بعملش ستريس عليها كتير، ان انا معايا الطرش وبعمل اشوف بقى اللي هو البيوبل، لازم اشوف بيه الدايركت تمام اليمونيشن، بشوف السايز اوف ذا بيوبل، بشوف اللايت ريفلكس، بشوف الاكوميديشن ريفلكس، الشيب، بعلق على الشيب سيميلاريتي ريجولار ولا مش ريجولار، الريسبونس للرايت ريفلكس سواء كان دايركت او اندايركت، نفس القصه بالنسبه للاكوميديشن ريفلكس. دي بتبقى موستلي الحاجات برضو خدتوها ان ديتيلز في الاوفثالمولوجي. الحاجه المهمه بالنسبه لنا الاكسترا اوكيولار موفمنت، اول اكسترا اوكيولار موسلز سبلايد باي ثيرد كرينيال نيرف ما عدا السبير الاوبليك سبلايد باي التريكولار كرينيال نيرف واللاترال ريكتس سبلايد باي الابديوسنت كرينيال نيرف، كلهم سبلايد باي رقم ثلاثه اللي هو الاوكيوموتور والسبير الاوبليك
supplied by atrophia with lateral rectus supplied by the abducens brain nerve. Next circular movement generally هو بعض الكتب ان انا بشوف الموفمنت على one eye وحدها separate وبعد كده اشوف الاذر اي بس احنا ريسنتلي دلوقتي احنا بنشوف حاجه اسمها الكونجكت الاي موفمنت. الكونجكت اي موفمنت عشان نعملها examination لازم تبقى التو ايز اوبن وبعمل لهم examination مع بعض. تمام الاوردر بديه للعيان تمام ان انت ايه بص على ايدي كده تمام شايف ايدي حرك عينيك تمام مع حركه ايدي one eye بتعمل abduction والتانية بتعمل abduction وبشوف ان هي طبعا حصل complete abduction و abduction على نفس الميريدين ناحية دي بعد كده ناحية دي تمام بعد كده لفوق اذا كان تحت بعد كده مش بشوف الفير دي هنا بعد كده تحت سبير ريكتس والفير دي كده هنا بعد كده تحت هنا تمام يبقى ده بسميه الكونجكت اي موفمنت اللي هي الحركه بتاعت التو ايز ات ذا سيم سايد والاثنين عكس بعض بقف قدام العيان وبعمل الموفمنت في الميريديانز بتاعت الايز كلها تمام ده بسميه الكونجكت اي موفمنت علشان اعمل اكزامينشن للاكسترا اوكولار ماسلز النستاجماس النستاجماس من الحاجات اللي هو الاوسيلاتري موفمنت اوف ذا اي ودي بعمل لها ان انا ازاي اديتكت النستاجماس هو طبعا ممكن يكون سبونتينس دايجنوزس موجود لكن اهم حاجه في النستاجماس ان انا اعمل فيكسيشن مع الموفمنت يعني انا في الكونجكت اي موفمنت كنت بحرك واتحرك هنا وهنا يمين وشمال فوق وتحت مباشره علشان اعمل ديتكت النستاجماس لازم اقف كده في النص واحرك ايدي لحد 45 درجه واثبت الفيكسيشن دوت هيعمل اندكشن للنستاجماس تمام كده بص كده معايا حسين في النص اهو اتحرك 45 درجة وقف هيحصل نستاجماس الناحية الثانية نفس القصة 45 درجة أنا عندي هنا العمود الأساسي وبتحرك في الرينج أوف فيجن 45 درجة وقف المفروض الفيكسيشن ده بيعمل فيه اندكشن للنستاجماس لو كان موجود نفس القصة فوق لو كان فيرتيكال نستاجماس على 45 درجة وقف خلي العيان كده أهو نفس القصة لو كان على الداون جيز الداون وورد جيز تمام ده علشان اتست فور نستاجماس طيب يبقى احنا كده خلصنا الاكزامينشن بتاع الاوكيولار كرينيال نيرف الثلاثه والاربعه والسته ندخل بقى على الفيفث كرينيال نيرف اللي هو الترايجيمينال الفيفث كرينيال نيرف الترايجيمينال ده بيبقى ليه موتور بارت وبيبقى ليه سنسوري بارت وبيبقى ليه ريفلكس الموتور بارت بتاعه ان زي ما انتم عارفين او انتم قاليين تمام ان الترانجيمينال نيرف ده بيبقى ليه كذا نيوكلياي بيبقى ليه والموتور بارت بتاعه او الموتور نيوكلياس بتاعته بتغذي المسلز اوف ماستيكيشن وبالتالي ان انا ادخل اعمل اكزامينشن بعمل اكزامينشن للمسل اوف ماستيكيشن اللي هي التمبوراليس والماسيتر والتريبويد دول الثلاثة مسلز اللي بعمل لهم اكزامينشن بالنسبه للتمبوراليس اول اوردر بقول للعيان ان هو ايه بص يا حسين جز لا مش قوي جز على كده اسنانك واروح كده على منطقه التمبلز واحس التون بتاعت التمبرالز بحسها على الناحيتين تمام اخليه كده يقفل بقه وبحس التون على الناحيتين بعد كده بنشوف المصيتر اللي موجوده في البوستيرير اسبكت اوف ذا مانديبول جز على اسنانك كده اقول له جز على اسنانك جز هتلاقي المصل كده ظهرت تمام ده اسمه المصيتر برضه بعمل بارتيشن للتون تمام والتون بتاعها ناحيتين هقول له جز على اسنانك جز على اسنانك يبقى انا كده ايه هظهر المسيتر مثلا. التريجويد اللي هي مسؤوله عن الاوبننج تمام والكلوجر بتاع الجو افتح بقى كده تمام ما تخلينيش اقفله. تمام طيب اللاترال تريجويد هات كده فكك لبره ما تخلينيش اعمله تمام الناحيه الثانيه تمام يبقى انا كده عملت تيست للتريجويد سواء كانت التريجويدز الاثنين مع بعض ان انا اخلي العيان opening his mouth against the resistance او اللاترال تريجويدز كل واحده على حده. يبقى انا كده عملت اكزامينشن للموتور بارت بتاع الترايجيمينال نيرف للمسلز اوف ماستيكيشن. السنسوري الترايجيمينال نيرف السنسوري نيوكلس بتاعته بتعمل او بتستقبل السنسيشن من الفيس اللي هي بتبقى مسؤوله عن الفيشال سنسيشن. تمام؟ الترايجيمينال او السنسوري بارت الترايجيمينال بالنسبه للفيس بتقسم لثلاث بارت. 3 بارتس زي ما انتم عارفين جزء بنسميه الاوفثالاميك والماكسيلاري والمانديبولار تمام وبعمل تيست تو كومبير
سايد باي سايد، الاوفثالميك وحده والمكزيلر لوحده والمنديبلا لوحده. طبعا بستخدم الدبوس او الشكاكه الجزء بتاعها تمام، والماسكه بتاعتها ان انا بمسك كده تو بارتس كده وبحاول الجزء المسنن منها احط ايدي بحيث ما التست نفسه ما يبقاش، او ان انا بعمل اكزامينشن ما يبقاش بين في العيان تمام. واقول له انا بص يا حسين هشكك كده، لازم افهم العيان طبيعه التست اللي بعمله وعلشان استنى الريزلتس بتاعته، هشكك كده وتقارن الناحيه دي زي الناحيه دي ولا تمام، واخدها من بره لجوه من بره لجوه. الشكه دي زي الشكه دي تمام، الشكه دي زي الشكه دي كويس، الشكه دي زي الشكه دي تمام، واشوف العيان هل هيبقى فيه الريسبونس بتاعي هل زي بعض هل لا في ديفرنس على الشكه دي عن الشكه دي وهكذا. ده بسميه التست سنسيشن بتاع الفيس، ثلاثة بار ومن بره لجوه اللي هو السنسر. بعد كده الريفلكس، الريفلكس بتاع الترايجيمينال اللي هو ايه بسميه الجو ريفلكس. الجو ريفلكس ده من الحاجات اخلي العيان يفتح بقه تمام، نص حاجه فتحه بسيطه تمام، وبحط الاندكس هنا وبعمل تابل. المفروض النورمال نو ريسبونس، ما يحصلش فيه ريسبونس. لو في باثولوجيكال ديفكت او في ديفكت في البيراميدال تراك اباف ذا نيوكليس اوف ذا تريجيمينال بيحصل ريفلكس كلوجر اوف ذا جو. يعني المفروض لو 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 ضربت كده وفي ابنورماليتي هيحصل ريفلكس كلوجر. طول ما هو ما فيش باثولوجي ان انا افتح نص فتحه كده وادوس مش هيحصل نو ريسبونس، يبقى نو ريسبونس ده نورمال. لو حصل ريسبونس يبقى دي في ديفكت في البيراميدال تراك اباف النيوكليس بتاع التراجيمينال، ده بسميه الجو ريفلكس. كده احنا ايه خلصنا تقريبا الترايجيمينال، الموتور بار والسنسوري بار والريفلكس الخاص بالترايجيمينال. بعد كده الفيشال نيرف، من النيرفز المهمه جدا. الفيشال نيرف نفس القصه، بيبقى ليه موتور بار وبيبقى ليه الريفلكس بتاعه، والسنسوري بيبقى واخد التست سنسيشن بيكزامن او بنعمل ريسبونسبل فور التست سنسيشن في الانتيريور ريسيرف اوف ذا تانك. الموتور بارت اوف ذا فيشال نيرف زي ما انتم عارفين ان هو بيغذي المسلز اوف ذا فيشال اكسبريشن، ودي بتنقسم الى الابر بارت اوف ذا فيس والمسلز اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس. مسلز اوف ذا ابر بارت اوف ذا فيس اللي هي اللي بتشمل الفرونتاليز والاوربيكولاريز بيلاي، والمسلز اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس بتشمل الباكسينيتور والاوربيكولاريز بوليس تمام. لازم تكون عارفين في النظري قاريين ان انا الفرق بين الاور موتور فيشال واللور موتور فيشال. الاور موتور فيشال بيبقى واخد موستري اللور بارت اوف ذا فيس وذ سبيرنج اوف ذا اي كلوجر اللي هو الاور بارت اوف ذا فيس، اما اللور موتور فيشال بياخد الكل الهاف بتاعه المصل وليها الاكسبلينيشن بتاعها الموجود في النظري او في النيورو. انا بالنسبه لي ازاي افحص تمام الاور بارت اوف ذا فيس والمسلز اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس بالطريقه اللي انا قلتها. الاور بارت ارفع حاجبك لفوق، شايفين الرينكلز بتاعت الفرونتال، شوف رفعها كده الاثنين زي بعض الرينكلز بتاعت الفرونتالز تمام. طيب اقفل عليك جامد كده، زرهم زي ما يكون فيهم صابون. شايفين الاوردرز اللي بقولها هي دي اللي تقولها للعيان تمام. حصل كومبليت كلوجر للاوربيكولاريز بلاي، افتح عينيك خلاص تمام. جز اسنانك كده، لا لا بدون غير بدا جز اسنانك بس تمام، هو كده النزالز. اضحك كده اضحك جز تمام، الاثنين التو ليبيال فولز ايكوال على بعض. بعد كده الباكسينيتور اخليه يملى بقه هواء، املى بقه هواء لساعتين واشوف الباور بتاع الباكسينيتور، لازم يكونوا بنفس الباور وما يحصلش ليكج للاير لو انا عملت ايه عملت كومبريشن على الناحيتين خلاص. يبقى انا كده عملت اكزامينشن للمسلز اوف ذا اور بارت اوف ذا فيس والمسلز اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس. السنسري بتاع الفيشال التست سنسيشن ما بنشوفوش كتير، اه بيبقى ليه ميكانيزم ان انا بخلي العين يطلع لساني وبنشفه الاول وبحط ثلاث انواع حاجه شوجر وحاجه صوت وحاجه بطر ومن على وان سايد اوف ذا تانج، وبعد كده اشوف على الناحيه الثانيه من التانج. دي بتبقى برضه بتبقى كومبليكيتد شويه، ما بتجوش عندكم وقت في الامتحان تعملوها. طيب الريفلكس بتاع الفيشال نيرف اللي هو الكورنيا ريفلكس. الكورنيا ريفلكس ان انا بجيب بيس اوف كوتن تمام. الريفلكس بتاع الكورنيا دوت بيبقى مسؤول عنه افرنت وافرنت، الافرنت بتاع اللي هو الترايجيمينال والافرنت اللي بيدي الريسبونس اللي هو الفيشال نيرف تمام. هي المفروض طبعا بيبقى بيس اوف كوتن تمام، واجي كده من ورا العيان
واعمل تاتشنج للكورنيا من ناحيه اللاترال كابسس. المفروض الايفكت بتاعه ان بيحصل ريفلكس كلوجر على السيم سايد والاذر سايد. انا عملت ستيميليشن للكورنيا ده الترايجومينال نيرف، بعد كده بتروح بيدي الافرم بتاعه الريسبونس عن طريق الفيشال نيرف باي لاترال على الناحيه اللي انا عملت فيها ستيميليشن وعلى الناحيه الكونترا لاترال اسبكت. لو انا عملت ستيميوليشن هنا اهو تمام وما حصلش اي ريسبونس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في ديفكت في الافرنت نفسه اللي بيونر سنسيشن اللي هو الترايجيمينال، بيبقى في افكت في الترايجيمينال نفسه تمام. فده بسميه الكورنيال ريفلكس، دي الطريقه بتاعته، بيبقى ليها برضو تعرفوا الافرنت والافرنت والابنورماليتي بتاعت الكورنيال ريفلكس. ده بالنسبه للفيشال نيرف. في عندك بعد كده ايه الفيستيبيولار كوكيلر اللي هو الايت سكريال نيرف، وده برضه من النيرفز اللي اتاخدت ان ديتيلز في راوند الاي ان تي، ان هو بيبقى في عندك الفيستيبيولار بارت والكوكيلر بارت. الكوكيلر بارت ده انا بستخدم فيه الويبر والرينيز، احنا مش على مستواك يعني مش بنطلبكم بيها جدا قوي يعني، لان انتوا اوريدي خدتوها في الراوند بتاع الانف والاذن. نفس القصه بالنسبه للفيستيبولار، وازاي بعمل اندكشن للنستجمس اللي هو البريفرال نستجمس عن طريق الكلوريك تيست، برضه مور ديتيلز انتوا خدتوها في راوند الانف والاذن في سنه 4. طيب بالنسبه ليه بقى الجلوس فارينجيال اللي هو رقم 9 و10 بعملهم بتيست واحد اللي هو بسميه البلاتال والفارينجيال ريفلكس. بلاتال والفارينجيال ريفلكس. البلاتر ريفلكس ان بيبقى معايا تانج ديبريسور من الحاجات المهمه اللي بتبقى معاكم في الامتحان، خلي العيان يفتح بقه تمام، وبعمل ستيميوليشن للبلات. بيحصل ريفلكس اليفيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا يوفيلا. ريفلكس اليفيشن اوف ذا يوفيلا، ده اسمه بلاتر ريفلكس. الفرنجيال ريفلكس ان برضه بنفس التانج ديبريسور بعمل ستيميوليشن او بعمل تاتشنج للبستيريور اسبكت اوف ذا فارنكس. المفروض بيحصل جاج ريفلكس، جاج ريفلكس تمام؟ دواء بسميه الجلوسو فارينجيا اللي هو بلاتال وفارينجيا ريفلكس تمام، باستخدام التانج ديبريسور. الفيجاس من الحاجات اللي هي بتتعمل برضو صعبه، باستخدام دايركت رينج سكوب بشوف الفانكشن بتاعه الفوكال بورز، مش مطالبين بيها او الرينج بتوعها في الانف والاذن تمام. بعد كده الاكسسوري سباينال، الاكسسوري سباينال نيرف اللي هو رقم 11 تمام، او السباينال بارت اوف الاكسسوري سباينال نيرف، بشوف عضلتين، بشوف الترابيزيوس والسترنوكلينوماستايد. الترابيزيوس ريسبونسبل فور الفانكشن بتاعتها ان تعمل اليفيشن اوف ذا ابورد اليفيشن اوف ذا شولدر. بقول للعيان ارفع كتافك لفوق كده، ارفع كتافك بس تمام، ما تخليش نزل. يبقى انا كده عملت تيست للترابيزيوس تمام، والستيرن كلينوماستايد خلى العيان يلف رقبته واحاول ازقها على الناحيه الثانيه، الف رقبته كده ناحيه ايدي تمام، ما تخليش اجيبها الناحيه الثانيه. يبقى انا كده عملت تيست للستيرن كلينوماستايد على الناحيه الرايت، الناحيه الثانيه جامد ما تخليش ازقها، عملت ستيرنو كلينوماستايد على الناحيه اللي فوق تمام. يبقى السباينال بارت اوف اكسسوري كرينيال نيرف اعمل له اكزيمينيشن اللي بشوف الباور بتاعه الترابيزيوس وبتاعه الستيرنو كلينوماستايد. اخر كرينيال نيرف عندنا اللي هو بسميه الهايبوجلوسال اللي هو الطنج. الطنج ببساطه ان اول اي كيو فيه ان انا بعمل انسبكشن وبشوف الباور بتاعه الطنج. افتح بقك كده حسين، طلع لسانك لبره، بشوف بدور على اشوف في ويستنج ولا لا، اشوف في فاستيكوليشن ولا لا، اشوف هل في تشينج في الكلر ولا لا تمام، هل في ديمبلز معينه موجوده. لو عملت بركشن ودي بتبقى بعض الديزيز عندنا بيحصل فيها ديمبلنج وكلام زي كده. بعد كده بشوف الباور اوف ذا تانج ان انا بخليه اقول للعيان زق بلسانك على خدك من جوه من ناحيه ومن الناحيه الثانيه تمام، وبشوف الباور بتاعت التانج زي ما انتم شايفين كده، الناحيه الثانيه زق نفس القصه، اشوف الباور بتاع الطنج عن طريق ان انا ايه الباور بتاعتي اجانس الايه الاوبوزيت تشيك. دي بالنسبه للايتمز بتاعت الاكزامينشن بتاعت الكرينيال نيرفز. تقريبا احنا تقريبا غطيناها، لازم تكون عارفينها تقريبا، مكتوبه كلها معظمها ان ديتيلز في الكتاب، بس ازاي تعملوا التيست او ازاي تدي الاوردر للمريض علشان يساعدك انه يفهم التيست، دي من الحاجات اللي المفروض تكونوا عارفينها. طيب ده الجزء الثالث خلصناه اللي هو الكرينيال نيرف. نيجي للجزء الرابع المهم اللي هو الموتور سيستم اكزامينشن. في الموتور سيستم اكزامينشن ده بيبقى ليه سب ايتمز، لازم اشوف ايه؟ بشوف المسل ستيت بالنسبه للموتور باور، مكون من المسل ستيت والمسل تون والمسل باور والريفلكسز.
سواء كان superficial reflexes او deep reflexes. طيب الايتم الاولاني المصل ستيت. المصل ستيت ده انا اشوف ازاي ان انا بعمل انسبكشن، تمام؟ بعمل انسبكشن للمسلز اوف ذا ابر ليم اند لور ليم. انسبكشن ايه؟ بشوف ادور على، بدور على ايه؟ لو بالانسبكشن دوت بدور على هل في ويستنج ولا ما فيش ويستنج؟ انتوا عارفين ان الويستنج من ضمن الكرايتيريا اوف ذا لور موتور نيورون ليجن، تمام؟ وبالتالي بيبقى في ديفرنس في النورمال اناتوميكال اركيتكتشر اوف ذا مسل. لو حصل في ضمور او حصل ويستنج بيبقى في ديستربنس في النورمال اناتوميكال اركيتكتشر. بدور على ويستنج في الثينر والهايبوثينر، الجزء بتاع الكيرفيكشر بتاع الفور ارم، نفس القصه في البايسبس، اقارن سايد باي سايد، نفس القصه في الكوادريسبس والمسلز اوف ذا ليج سواء كان التيبيالز او الكاف مسلز. بيكون ده بدور وبعمل مقارنه على الاثنين. لو عندي الويستنج مينيمال ممكن استخدم حاجه ثاني اللي هو المزوره، ان انا بعمل ميجرمنت. ممكن اعمل ميجرمنت ان انا عن طريق احدد لاند مارك كده مثلا، بني لاند مارك، واقيس مثلا حوالي 10 سنتي، تمام؟ واقيس السيركمفرنس واشوف السيركمفرنس في المنطقه دي، وعلى نفس المقياس اروح الناحيه الثانيه على نفس البوني برومنس ونفس الطريقه واشوف السيركمفرنس، اشوف في ديفرنس بينهم ولا لا. لو كان الويستنج عني مش اوفيس او مش واضح، ممكن استخدم المزوره علشان اشوف الديفرنس بين الاثنين لو كان متظاهر عن طريق الانسبكشن. بقى بالانسبكشن بقى بدور بقى لو في عندي امبرنت موفمنت، لو في عندي فيسيكيوليشن، لو في عندي تروفيك تشينجز زي السرز، والحاجات دي كلها بتبقى اسوشيتد مع بعض النيورولوجيكال ديزيز. بس اكتر حاجه في الانسبكشن ان انا بدور على هل في ويستنج ولا مفيش ويستنج. طيب الحاجه الثانيه في الموتور سيستم اللي هو التون. التون ده زي ما انتم عارفين يا جماعه ان هو عباره عن ايه؟ من الفسيولوجي ان انا كل المسلز تبقى موجوده في التون، اللي هو بيبقى فيه شورتنينج بين الاورجن والانسرشن ان اوردر تو كيب ادكويت فينوس ريتورن، تمام؟ وبيبقى ويحافظ على الستانس او البوستشر بتاعه وما يحصلش فيه ديس اكوليبريم. ده فايده التون، فكل المسلز موجوده في التون. هاو تو اكزامن فور ذا تون، وده بيختلف. التون علشان اعمل الاكزامينشن لازم عن طريق الباسيف موفمنت. الباسيف يعني انا اللي اعملها، العيان بيبقى كومبليتلي ريلاكس، ودي من الحاجات المهمه ان العيان اقعد كده ارخي نفسي خالص ما يعملش اي اكتيفيتي، تمام؟ وامسك الابر ليم واللور ليم اراوند باخد الرينج اوف موفمنت اوفر ذا رينج اوف ذا موفمنت اراوند الجوينت، تمام؟ عن طريق الباسيف موفمنت بالطريقه الفلانيه. نعم كده يا حسين، لازم اكون على مين العيان. بالنسبه للابر ليم، تمام؟ ارخي نفسك خالص، اهدى، ما تتحركش خالص. اهم حاجه يكون العيان ريلاكس، تمام؟ وبشوف التون على مستوى الهاند وبنحرك على الميتافرنشال كده اهو، وبعد كده الريست كومبليتلي فري. لازم يبقى الجوينت نفسه كومبليتلي فري، امسك اباف اند بيلو، نشوف التون اراوند الريست. نفس القصه بالنسبه للالبو فليكشن وستيشن، وبالنسبه للشولدر بنشوف الطول. لازم اعمل اكزامن سايد باي سايد، الناحيه الثانيه نفس القصه، ارخي نفسك خالص اراوند الميتافرنشال، اراوند الريست، اراوند الالبو، فور رينج اوف موفمنت والشولدر. ده بالنسبه للابر ليم. بالنسبه للور ليم نفس القصه، لو انتم شايفين معايا كده، تمام؟ لازم ارفع ريق عشان اشوف التون اراوند انكل، لازم ارفع رجله خالص، ما يبقاش سبورتد، ودي اكبر غلطه بتعملوها. يبقى العيان كده عامل سبورت وبتفحصه، ده غلط. لازم ارفع كده خالص، تمام؟ ويبقى في فري رينج اوف موشن. ممكن بس تيجي كده قدامي شويه، تمام؟ ارفع كده واشوف التون اراوند الانكل، بعد كده اراوند الني، ارخي نفسك خالص حسين، فتح زي الفيديو كده بالظبط، واعمل سبورت للني، تمام؟ وبعد كده نفس القصه بالنسبه للهيب جوينت، شوف التون اراوند الهيب جوينت بهذه الطريقه. نفس القصه الناحيه الثانيه، ارفع رجل العيان كده اهو، تمام؟ واعمل رينج موفمنت كده. انا ممكن اجيب الناحيه الثانيه عشان الكلام اوضح. ارفع كده اهو، تمام؟ واشوف الرينج اوف موشن اراوند الانكل، بعد كده
في الني زي الاكورديون، ارخي نفسك خالص في التون راوند الني، بعد كده راوند الهيب كده اهو، نزل تحت ده التون الراوند الانكل والني والهيب. ابنورماليتي في التون يا اما هايبوتونيا يا اما هايبرتونيا. هايبوتونيا ده كاركترستيك لحاجات السيربيلر ليجن واللور موتور نيورون ليجن. الهايبرتونيا اكوردنج للديزيز از براميدال افكشن، فبيعمل حاجه اسمها سباستيسيتي، او الاكسترا براميدال بنعمل حاجه اسمها ريجيتي. في فرق بين الاثنين، مكتوب عندكم الفرق بين السباستيسيتي والريجيتي، قالها لكم كده ان بريف. السباستيسيتي بيبقى فيه انيشال ريزيستنس وبعد كده صادن ريليز، عامله زي المطوه قرن الغزال بتاعها كلاسب نايف. كلاسب نايف المطوه قرن الغزال، تيجي تفتح في انيشال ريزيستنس بعد كده تفتح معاها خالص، ده بسميها كلاسب نايف هايبرتوني او سباستيسيتي. دي كاركترستيك في البيراميدال تراك ليجن. الريزيستنس بتبقى انيشال، اما الريجيديتي بتبقى الريزيستنس اول اوفر ذا رينج اوف ذا موفمنت اراوند ذا جوينت، واخده كل الرينج بيبقى معايا ريزيستنس. تمام، في البروكسيمال بارت بسميها ليد بايب لان هي ما فيهاش تريمورز، اما في الديستال بارت في العيان بتاع الاكسوبراميدال او الباركنسون بيبقى الريزيستنس انترفيرنج ويز تريمورز، فبتقول عليها كوب ويل ريجيديتي، بقول عليها كوك ويل ريجيديتي. تمام، ده بالنسبه للتون، بالنسبه هاو تو اكزامن التون والابنورماليتيز اللي بتبقى موجوده في التون. يبقى كده خدنا المسل ستيت وخدنا التون. الايتم الثالث في الموتور سيستم اللي هو الباور. المسل باور في العيان ان انا يبقى اهم حاجه احط في دماغي حاجتين، اعمل حاجه اسمها السوبرفيشال او الحاجه اللي هي ان انا اعمل اكزامينيشن للمسل باور في الابر لمب واللور لمب بروكسيمال وديستال علشان اعمل الجريدنج، او في حاجه اسمها سيلكتيف مسل باور، اشوف مسل معينه واعمل لها تيست علشان اشوف الباور بتاعتي. احنا في الامتحان موستلي بنطالبكم بالبروكسيمال والديستال او المسل جريدنج. المسل جريدنج او الجريدنج بتاعت المسل باور بتبدا بالرينج بتاعنا اللي هو زيرو اللي هو نو موفمنت ات اول، العيان ما يقدرش يحرك. تمام، واحد جاست بيعمل فليكرنج، جاست فليكرنج. تمام، اثنين موفمنت ويز جرافيتي، موفمنت ويز جرافيتي تلاقي العيان حرك ايده ويز جرافيتي. تمام، بعد كده ثلاثه جريد ثلاثه اجينست الجرافيتي، الجرافيتي بتشد لتحت انا اخلي العيان يرفع لفوق اسمها اجينست الجرافيتي. بعد كده ايه اربعه وخمسه بقى ادخل بالريزيستنس اخلي العيان يقاومني، لو انا غلبته بسميه مودريت ريزيست او ويز ريزيستنس اللي هي اربعه، لو انا ما قدرتش اشد او ان انا انزل ايد العيان ده بسميه اللي هو جريد 5. تمام؟ طيب يبقى انا كده اما اجي اعمل الاكزامينيشن اهو في حسين كده تمام ادخل على العيان اقول له اول حاجه اعملها علشان اشوف البروكسيمال بارت الموتور بار في البروكسيمال بارت اوف ذا ابر لمب. تمام؟ ارفع ايدك فوق، ما دام رفع ايده لفوق يبقى كده هو عمل الاكشن البروكسيمال بارت اوف ذا ابر لمب اجينست الجرافيتي، يبقى كده خد ثلاثه. ما دام عمل الاكشن ده يبقى كده خد ثلاثه، يبقى عدده اوردر ارفع ايدك فوق يبقى كده ايه؟ الاكشن عمل موفمنت للمسلز اوف ذا بروكسيمال بارت اوف ذا ابر لمب اجينست الجرافيتي، يبقى كده احنا جريد ثلاثه. هدخل بالريزيستنس، ما تخلينيش انزلها لتحت. لو انا هزمت ونزلتها يبقى جريد 4. لو هو قاوم وما قدرتش انزلها يبقى كده جريد 5. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للجريدنج. لو ما قدرش يرفع ايده لفوق يعني ما قدرش يجيب جريد 3، هبدا بقى انزل الجريد اللي تحتيها على طول هي جريد 2، اخليه يحرك ايده على نفس المستوى بتاع الترابيزه بتاعتي اللي انا بيبقى اسمها ويز الجرافيتي، ويز جرافيتي. ما قدرش يبقى كده ما جابش كام؟ ما جابش اثنين. طيب حرك طراطيف ايدك اشوف هيجيب واحد ولا لا. حرك طراطيف يبقى واحد، ما حركش خالص يبقى ايه؟ الموتور باور بتاعته زيرو. خلاص؟ طيب يبقى انا كده عملت يعني فهمتكم ببساطه الجريدنج بتاعت المسل باور. طيب هدخل بعد كده اشوف ايه البروكسيمال ديستنس، زي ما انا قلت لكم البروكسيمال اخليها يعني بتاعت الابر ليمت، ارفع ايدك لفوق
وبعد كده اقارن. طب بالنسبه للديستال بار اللي هو الهاند جريب، امسك ايدك على الاثنين على بعض جامد جامد تمام. طيب اراوند الالبو اقفل جامد كده، ما تخليش دهم، ما تخليش تشدهم تمام تمام. طيب ايدك لبره، ما تخليش دخله لجوه تمام. طيب دخلهم كده هنا، ما تخليش ارفعهم لبره، الابدكشن والابدكشن كده. عملت ايه؟ جنرال تيست للموسل باور في الاوبر ليمب، اللور ليمب تمام كده. الديستال بار علشان بس يبقى ايه كلام واضح، هات مش رجلك لفوق لفوق، عمال دور زفكش ما تخليش انزلها تمام. البلانتر هات من تحت عشان انزلها تمام. الناحيه الثانيه لازم اعمل اقارن ناحيه بناحيه، هات مش رجلك من تحت مش رجلك لفوق تمام. اراوند الني بشوف الفليكشن اكستنشن، ارفع رجلك زي العصايه ما تخلينيش اتنيها، نفس القصه هنا زي العصايه ما تخلينيش اتنيها، ده عشان اشوف الاكستنسرز بتاعت الني اللي هي الكوادريسبس تمام. اتني رجلك كده ايه عمل فليكشن، اللي بيبقى فليكشن للني اللي الهامي سترينج ما تخلينيش افردها. الناحيه الثانيه اتني الركبه ما تخلينيش افردها تمام. يبقى انا كده عملت الاكستنسرز والفليكسرز بتاعت الني. بالنسبه للهيب، هيب فليكشن، هات رجلك على بطنك الاثنين، الاثنين على بطنك تمام، ما تخليش انزلهم كده. انا عملت ايه؟ اكزامينشن الفليكسرز اوف ذا هيب اللي هي الاليس واس ماسل تمام. طيب الاكستنسرز بتاعت الهيب المفروض الطبيعي اخلي العيان خلاص افرد رجلك تحت رجلك، اخلي العيان ينام برون تمام، ويحاول يرفع يعمل اكستنشن للهيب. بس طبعا في طريقه ثاني ان انا احط ايدي تحت الهيل تمام، تحت كعب العيان زي كده، واقول له ايه ما تخلنيش ارفع رجلك لفوق، قاوم تمام قاوم برافو تمام. ده هو عمل كده ايه مقاومه بالاكستنسرز بتوع الهيب اللي هي الجلوتياس ماكسيمس، جلوتياس ماكسيمس. ابدكشن وابدكشن، طيب ضم رجلك كده ما تخلنيش افردهم تمام. يبقى انا كده شفت ايه الادكتورز اللي هو الادكتورز جروب. طيب افرد وسع رجلك ما تخلنيش ادخلهم بور جام جام تمام، ما تخليش ادخلهم تمام. يبقى انا كده عملت تيست للهيب ابدكتورز اللي هم الجلوتياس مينيمس والجلوتياس ميديس تمام. دول الطريقه اللي انا شرحتها لكم دي، وازاي اقول للعيان الاوردر واقول له قاومني، يعمل الاكشن وانا قاومه، يعمل الاكشن وانا قاومه. دي الطريقه ان انا بعمل بفحص بيها المسل باور او المسل باور بتاع سواء كان الابر ليمب او كانت اللور ليمب. مكتوب عندكم في الكتاب الاكزامينشن في اخر الكتاب ان ديتيلز بقى ان انا ازاي اشوف البكتورالز ميجر، ازاي اشوف الرومبويد، ان انا اعمل اكزامينشن للسمول ماسلز اوف ذا هاند سواء كان الانتر او سي اي او البالمر انتر او سي اي، مكتوبين ان ديتيلز. على فكره ان انت تعرفوا المسلز الريسبونسبل فور الموفمنت اراوند البيج جوينت سواء كان الشولدر او كان الالبو او كان ايفن الريست، نفس القصه اراوند الانكل، المسل الريسبونسبل والنيرف سبلاي بتاعها، دي من الحاجات اللي بتدرسوا فيها في حالات الشولدر. طيب ده بالنسبه للموتور باور. بعد كده يبقى احنا خلصنا المسل ستيت، بعد كده التور، بعد كده الموتور باور تمام والجريدنج بتاعته، بعد كده هنشوف الريفلكسز. الريفلكسز ده يا شباب بنقسمه الى سوبرفيشال ريفلكسز والديب ريفلكسز. السوبرفيشال ريفلكسز انت عندكم حاجتين مشهورين، الابدومينال ريفلكس والبلانتر ريفلكس. الابدومينال ريفلكس والبلانتر ريفلكس. الابدومينال ريفلكس بتعمل ازاي؟ بأول حاجه بعمل بيرنج كده للابدومين اراوند الامبلايكس، وباستخدام البلانتد اسبكت بتاعت النيدل بتاعتنا بتاعت الهامر تمام، وبعمل بحدد نقطه كده في النص اراوند الامبلايكس، وبتحرك من بره لجوه اباف الامبلايكس ات ذا ليفل اوف ذا امبلايكس بيلو ذا امبلايكس. ممكن نقرب كده الكاميرا شويه تاني، البلانتد اسبكت اهو من بره اباف الامبلايكس ات ذا ليفل بيلو، اباف ات ذا ليفل بيلو تمام. المفروض النورمال ان بيبقى فيه عندي ايه كونتراكشن على نفس السايد، فبيبقى فيه موفمنت اوف ذا امبلايكس، ده بسميه الابدومينال ريفلكس، وبيبقى ابسنت في حالات الابر موتور نيرو ليجن. طيب الريفلكس الثاني خلاص نزل احسن، شكرا.
الريفلكس الثاني معك مفتاح بنسميه البلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس طبعا بيستخدم المفتاح تمام، واجي على السول اوف ذا فود اللاترال اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فود وبعمل ايه وبرفع كده اهو. انت ممكن تلف كده يا حسين، تلف رجلك لف رجلك كده عشان الكاميرا كده اهو على اللاترال اسبيكت، وبعمل ايه وبعمل سكراتش على